السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الأحباب ومرحبا بكم، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وتبوأتم من الجنة منزلا. نسأل الله تعالى الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. هذا مجلس جديد من مجالس الموطأ تحفيظا وشرحا موجزا. كنا قد وقفنا في المجلس السابق عند كتاب الحج، وتحديدا عند الحديث رقم 781، نعم، وقرأناه. ثم ندخل على الحديث التالي، ألا هو باب ما لا يجب فيه التمتع. شيخ محجوب، تسمعوني؟ الله، قال ما لا يجب، أو باب ما لا يجب فيه التمتع. قال يحيى، قال مالك من يتمر في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحج أو ذي الحجة ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك فليس عليه هدي. مرحبا شيخ محجوب، كيف حالك؟ اهلا وسهلا مولانا، حالك؟ الحمد لله. احنا هنا في الموضع الصحيح، تمام؟ دقيقه مولانا، باب ما لا يجب فيه التمتع. احنا قرانا الذي قبله، اللي هو حدثنا عن مالك عن احمد بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول: من اعتمر في شوال او ذي القعة او ذي القعدة او ذي الحجة ثم أقام مكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج وما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعين درجة. قرأنا هذا. نعم. باب ما لا يجب فيه التمتع. قال يحيى، قال مالك من يتمر في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك فليس عليه هدي، إنما الهدي على من يتمر في أشهر الحج ثم أقام حتى الحج ثم حج. قال مالك: وكل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق وسكنها ثم اعتمر في أشهر الحج ثم أنشأ الحج منها فليس بمتمتع وليس عليه هدي ولا صيام، وهو بمنزلة أهل مكة إذا كان من ساكنها. ما لا يجب فيه التمتع. قال يحيى، قال مالك من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك فليس عليه هدي، إنما الهدي على من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام حتى الحج ثم حج. قال مالك: وكل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق وسكنها ثم اعتمر في أشهر الحج ثم أنشأ الحج منها فليس بمتمتع وليس عليه هدي ولا صيام، وهو بمنزلة أهل مكة إذا كان من ساكنيها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما لا يجب فيه التمتع. قال مالك: من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه فليس عليه هدي، إنما الهدي على من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام حتى الحج ثم حج. وكل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق وسكنها ثم اعتمر في أشهر الحج ثم أنشأ الحج منها فليس بمعتمر وليس عليه هدي ولا صيام، وهو بمنزلة أهل مكة إذا كان من ساكنها. سئل مالك عن رجل من أهل مكة خرج إلى الرباط أو إلى سفر من الأسفار ثم رجع إلى مكة. لا ما زال هذه لسه ما قرأناهاش. باب ما لا يجب فيه التمتع. قال مالك: من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه فليس عليه هدي، الهدي على من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام حتى الحج. كل من إلى مكة من أهل الآفاق وسكنها ثم اعتمر في أشهر الحج ثم أنشأ الحج منها فليس بمتمتع وليس عليه هدي ولا صيام، بمنزلة أهل مكة إذا كان من سكنها. تمام. إذا دل هذا الحكم على أن هذا خاص ب
بإيه اللي هو الهدي خاص بمن تمتع نعم سافر خصيصا للحج ثم ظل هناك إلى العمرة، اعتمر ثم ونوى نية التمتع. نعم. قال سئل مالك عن رجل من أهل مكة خرج إلى الرباط أو إلى سفر من الأسفار ثم رجع إلى مكة وهو يريد الإقامة بها، كان له أهل بمكة أو لا أهل له بها فدخلها بعمرة في أشهر الحج ثم أنشأ الحج، وكانت عمرته التي دخل بها من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم أو دونه متمتع من كان على تلك الحالة. فقال مالك ليس عليه ما على المتمتع من الهدي أو الصيام، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال وسئل مالك عن رجل من أهل مكة خرج إلى الرباط أو إلى سفر من الأسفار ثم رجع إلى مكة وهو يريد الإقامة بها، كان له أهل بمكة أو لا أهل له بها فدخلها بعمرة في أشهر الحج ثم أنشأ الحج، وكانت عمرته التي دخل بها من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم أو دونه أو متمتع من كان على تلك الحالة. فقال مالك ليس عليه ما على المتمتع من الهدي أو الصيام، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وسئل مالك عن رجل من أهل مكة خرج إلى الرباط أو إلى سفر من الأسفار ثم رجع إلى مكة وهو يريد الإقامة بها، كان له أهل بمكة أو لا أهل له بها فدخلها بعمرة في أشهر الحج ثم أنشأ الحج، وكانت عمرته التي دخل بها من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم أو دونه أمتمتع من كان على تلك الحالة؟ فقال مالك ليس عليه ما على المتمتع من الهدي أو الصيام، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. سئل مالك عن رجل من أهل مكة خرج إلى الرباط أو إلى سفر من الأسفار ورجع إلى مكة وهو يريد الإقامة بها، كان له أهل بمكة أو لا أهل له بها فدخلها بعمرة في أشهر الحج ثم أنشأ الحج، وكانت عمرة التي دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم أو دونه أمتمتع من كان على تلك الحالة؟ فقال مالك ليس عليه ما على المتمتع من الهدي أو الصيام، ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نعم. قال جامع ما جاء في العمرة. قال مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. باب جامع ما جاء في العمرة. حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم. قال مالك عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت تجهزت للحج فاعترض لي، فقال لها رسول الله اعتمري في رمضان فإن عمرة فيه كحجة أو كحجة. قال مالك عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت تجهزت للحج فاعترض لي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمري في رمضان فإن عمرة فيه كحجة. أنا عندي فاعترض لي. الاثنين صح. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني قد كنت تجهزت للحج فاعترض لي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمري في رمضان فإن عمرة فيه كحجة. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني قد كنت تجهزت للحج فاعترض لي،
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتمري في رمضان فإن عمرة فيه كحجة. مرحبا استاذ عصام. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا يا خصام، كيف الحال؟ مرحبا بكم. الحمد لله، والله الحمد لله. بارك الله فيك. يلا تفضل استاذ عصام، انت مرتين وشيخ معجون مرتين. كم رقم الحديث؟ احنا على اي ترقيم؟ باب ما جاء، انت ماشي، انت ماشي على باب جميع على الشاملة ولا على الكتاب المطبوع ولا على اي نسخة؟ لا، على الكتاب الأعظمي. الأعظمي. احنا الآن 1258. 1208. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مالك عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت تجهزت للحج فاعترض لي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتمري في رمضان فإن عمرة فيه كحجة. أقولها كمان مرة، مرتين مرتين كمان مرة مرتين. وقال مالك عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا بكر ابن عبد الرحمن يقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت تجهزت للحج فاعترض لي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتمري في رمضان فإن عمرة فيه كحجة. بارك الله فيك. طبعا في رواية أخرى: عمرة في رمضان كحجة معي. أيوه، وهذا من فضل الله وكرمه سبحانه وتعالى على هذه الحمد لله المباركة. حجة، حجة نافلة. نافلة طبعا، ثواب يعني. نعم، المقصود الثواب، لأن عندنا قاعدة تقول إن الفضل، إن زيادة الفضل والثواب لا تجزئ في الفرائض. الزيادة في الفضل والثواب لا تجزئه عن أداء الفرائض. يعني مثلا أيضا في حديث آخر عن الرسول عليه السلام أنه يقول: إن من جلس بعد طلوع الشمس، ما بين بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ثم صلى ركعتين، خلاص اللي هم الضحى يعني، ثم صلى ركعتين، كتبت له إيه؟ حجة وعمرة تامة. فالمقصود هنا الثواب العظيم، لا يعني أنه يجزئ عنه في أداء الحج، لأنه فرض على من استطاع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا باتفاق الفقهاء جميعا وبما ثبت في القرآن والسنة. وأما العمرة ففيها خلاف، والجمهور على وجوبها أيضا بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ومن هنا من يجلس بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس ثم يصلي ركعتين له ثواب عظيم، ولكن هذا لا يجزئ. الشباب خلاص أنا حججت واعتمرت. لذلك هذا يعني نمزح به أحيانا مع بعض الأحباب ونقول له: إذا حفظت القرآن الكريم سنخرج بك في رحلة الحج والعمرة، نعطيك الحج والعمرة هدية. فيفرح وبعد أن يحفظ نقول له: هيا بنا اجلس هنا في المسجد بعد صلاة الفجر إلى إيه؟ إلى شروق الشمس. إلى شروق الشمس، ثم بعد ذلك صلي ركعتين وتأخذ الثواب إن شاء الله. فطبعا ما شاء الله، هذا على سبيل المزاح، ولكن هو أصلا لم يحفظ. ولو حفظ إن شاء الله ربنا يكرمنا بالفلوس اللي احنا التي سنكافئه بها للحج والعمرة، ولكن ما الهمم ضعيفة للأسف. يعني احنا نحاول نحفز الناس، ولكن على سبيل المزاح يعني في هذه النقطة نقول هو فعلا حج وعمرة إن شاء الله تامة، ولكن لا تجزئ عن الإيه؟ عن حجة الإسلام عن الفرض. نعم. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم، فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج.
قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم، فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم، فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج. حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم، فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج. وقال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال افصلوا بين حجكم وعمرتكم، فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج. وقال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن أن عمر بن الخطاب قال افصلوا بين حجكم وعمرتكم، فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج. نعم. قال مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان إذا اعتمر ربما لم يحطط عن راحلته حتى يرجع. ايوه كمل كمل يا استاذ محجوب، اتفضل. وحدثني عن مالك انه بلغه ان عثمان بن عفان كان اذا اعتمر ربما لم يحطب على عن راحلته حتى يرجع. قال مالك: العمرة سنة، ولا نعلم احدا من المسلمين ارخص في تركها. قال مالك: ولا ارى لاحد ان يعتمر في السنة مرارا. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان إذا اعتمر ربما لم يحط عن راحلته حتى يرجع. قال مالك: إن العمرة سنة، ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها. قال مالك: ولا أرى لأحد أن يعتمر في السنة. تفضل سيعسر. وقال مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان إذا اعتمر ربما لم يحط عن راحلته حتى يرجع. قال يحيى: قال مالك: العمرة سنة. قال يحيى: قال مالك: العمرة سنة، ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها. قال مالك: ولا أرى لأحد أن يعتمر في السنة مرارا. قال مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان إذا اعتمر ربما لم يحطط عن راحلته حتى يرجع. قال يحيى: قال مالك: العمرة سنة، ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها. قال مالك: السلام عليكم ولا أستاذ عصام. أستاذ محجوب كملوا لو سمحتوا حديثين ولا ثلاثة لحد ما أكلم الوالدة وأرجع لكم إن شاء الله، والتسجيل شغلونا أرجع لكم إن شاء الله. تفضل. بارك الله. قال يحيى: قال مالك: العمرة سنة، ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها. قال مالك: ولا أرى لأحد أن يعتمر في السنة مرارا. قال مالك: في المعتمر يقع بأهله، إن عليه في ذلك الهدي وعمرة أخرى يبتدئ بها بعد إتمامه التي أفسدها، ويحرم من حيث أحرم بعمرته التي أفسدها، إلا أن يكون أحرم من مكان أبعد من ميقاته، فليس عليه أن يحرم إلا من ميقاته. قال مالك: في المعتمر يقع بأهله، إن عليه في ذلك الهدي وعمرة أخرى يبتدئ بها بعد إتمامه التي أفسدها، ويحرم من حيث أحرم بعمرته التي أفسدها، إلا أن يكون أحرم من مكان أبعد من ميقاته، فليس عليه أن يحرم إلا من ميقاته. وقال مالك: في المعتمر يقع بأهله، إن عليه في ذلك الهدي وعمرة أخرى يبتدئ بها بعد إتمامه التي أفسد، ويحرم من حيث أحرم بعمرته التي أفسد، إلا أن يكون أحرم من مكان أبعد من ميقاته، فليس عليه أن يحرم إلا من ميقاته. قال مالك: في المعتمر وقال مالك في المعتمر يقع بأهله، إن عليه في ذلك الهدي وعمرة أخرى يبتدئ بها بعد إتمامه التي أفسد، ويحرم من حيث أحرم بعمرته التي أفسد، إلا أن يكون أحرم من مكان أبعد من ميقاته، فليس عليه أن يحرم إلا من ميقاته. قال مالك: ومن دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب،
أو على غير وضوء ثم وقع بأهله ثم ذكر قال يغتسل أو يتوضأ ثم يعود فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويعتمر عمرة أخرى ويهدي، وعلى المرأة إذا أصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك. قال مالك: ومن دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب أو على غير وضوء ثم وقع بأهله ثم ذكر فقال يغتسل أو يتوضأ ثم يعود فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويعتمر عمرة أخرى ويهدي، وعلى المرأة إذا أصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك. وقال مالك: ومن دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب أو على غير وضوء ثم وقع بأهله ثم ذكر فقال قال يغتسل أو يتوضأ ثم يعود فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويعتمر عمرة أخرى ويهدي، وعلى المرأة إذا أصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك. وقال مالك: ومن دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب أو على غير وضوء ثم وقع بأهله ثم ذكر قال يغتسل أو يتوضأ ثم يعود فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويعتمر عمرة أخرى ويهدي، وعلى المرأة إذا أصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك. قال مالك: فأما العمرة من التنعيم فإنه من شاء أن يخرج من الحرم ثم يحرم فإن ذلك مجزئ عنه إن شاء الله، ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما هو أبعد من التنعيم. قال مالك: فأما العمرة من التنعيم فإنه من شاء أن يخرج من الحرم ثم يحرم فإن ذلك مجزئ عنه إن شاء الله، ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما هو أبعد من التنعيم. وقال مالك: فأما العمرة من التنعيم فإنه من شاء أن يخرج من الحرم ثم يحرم فإن ذلك مجزئ عنه إن شاء الله، ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبعد من التنعيم. وقال مالك: فأما العمرة من التنعيم فإنه من شاء أن يخرج من الحرم ثم يحرم فإن ذلك مجزئ عنه إن شاء الله، ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبعد من التنعيم. باب نكاح المحرم. حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج. باب نكاح المحرم. حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار فزوجه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج. وقال نكاح المحرم. وقال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج. وقال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج. وحدثني عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان: إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير وأردت أن تحضر، فأنكر ذلك عليه أبان وقال: سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب،
وحدثني عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان، وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان، إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير وأردت أن تحضر، فأنكر ذلك عليه أبان وقال سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخلع. وقال مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان، وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان، إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير وأردت أن تحضر، فأنكر ذلك عليه أبان وقال سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وقال مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان، وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان، إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير وأردت أن تحضر، فأنكر ذلك عليه أبان وقال سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين أن أبا غطفان بن طريف المرية أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب نكاح. وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين أن أبا غطفان بن طريف المري أن أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب نكاحا. وقال مالك عن داود بن الحصين أن أبا غطفان بن طريف المري أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب نكاحه. وقال مالك عن داود بن الحصين أن أبا غطفان بن طريف المري أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب نكاحه. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. وقال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. وقال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا لا ينكح المحرم ولا ينكح. قال مالك في الرجل المحرم إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا لا ينكح المحرم ولا ينكح. قال مالك في الرجل المحرم إنه يراجع امرأته إذا كانت في عدة منه. وقال مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا لا ينكح ولا ينكح. قال مالك في الرجل المحرم إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه. وقال مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا لا ينكح ولا ينكح. قال مالك في الرجل المحرم إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه. باب حجامة المحرم. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه،
وهو يومئذ بلحيي جمل مكان بطريق مكة. باب حجامة المحرم. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه، وهو يومئذ بلحيي جمل مكان بطريق مكة. حجامة المحرم. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وهو محرم فوق رأسه، وهو يومئذ بلحيي جمل مكان بطريق مكة. حجامة المحرم. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه، وهو يومئذ بلحيي جمل مكان بطريق مكة. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد له منه. قال مالك: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد له منه. قال مالك: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة. وقال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه مما لا بد منه، مما لا بد له منه. قال مالك: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة. وقال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه مما لا بد له منه. قال مالك: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة. آخر حديث. باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه، فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا عليه، فسألهم رمحه فأبوا فأخذه، ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم. فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله. باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب رسول مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه، فسأل أصحابه أن يناوله صوته فأبوا عليه، فسألهم رمحه فأبوا فأخذه، ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم. فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله. ما يجوز للمحرم أكله من الصيد. وقال مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه، فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه، فسألهم رمحه فأبوا عليه، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم. فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله.
ما يجوز للمحرم أكله من الصيد. وقال مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حماره وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه، فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم. فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. شكرا، بارك الله فيك، صلى الله بارك الله بكم وعلى آله وصحبه وسلم. بعد قليل يوجد درس أيضا إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله درس الشاطبية إن شاء الله بإذن الله بعد دخل سيعلن عن ذلك الشيخ إن شاء الله بإذن الله. شكرا، إن شاء الله. بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.